Sorry, tá errado ali. Tchau. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل ما بدينا به بالمحاضرة السابقة، وقلنا راح الموضوع الأخير اللي كان عندنا بهذا الموضوع هو الدراجز فور إبيليبسي. للي اطلعوا على المحاضرة ممكن شافوا انه المحاضرة شوية مور ديتيلد وبيها أدوية كلش هواية، بس هسه ان شاء الله نشرح عليها تصير كلش بسيطة، وهعلمكم شلون ندرس الإبيليبسي وشلون نسيطر على هذه المادة، لأنه مادة بيها هواي هواي دراجز وهواي ميكانيزم اوف اكشنز وهواي ديتيلز. نبدأ بالبداية نحكي انه شنو هو الإبيليبسي، نعرف الإبيليبسي. طبعا الإبيليبسي هو it's not a single entity but it's assortment of different seizure types and syndromes originating from several mechanisms that have in common the sudden, excessive and synchronous discharge of cerebral neurons. طبعا الإبيليبسي هو الـ third most common neurological disorder after cerebral vascular stroke والالزهايمر ديزيز. هو مجموعه من السيجر تايبس والسندرومز اللي تكون تحدث فجاه وتكون تسبب impairment in different parts of the body. هاي الامبيرمنت يكون سببها electric activity that may result in variety of events such as loss of consciousness, abnormal movement, atypical or odd behavior, distorted perception that are limited, that are of limited duration, but reoccur if untreated. معظم الحالات احنا نعالجها by medications. ونشوف انه اغلب المرضى 75% من البيشنتس they are controlled, طبعا السيجرز are controlled with one medication. Sometimes we need to add more than one medication to treat السيجرز. وطبعا حتى لو احنا نعتمد two drugs sometimes we still have uncontrolled seizure that may occur at some point. طبعا هذا موضوع الكومبلاينس وانه البيشنتس هو يعني اندر كنترول ويا ون ميديكيشن از فيري ديفيكولت، يعني التشويسز مو سهله مثل ما ممكن احد يتصورها. وهسه مثل ما راح نحكي هسه من نحكي على الدراك سلكشنز، بس قبل ما نحكي على الدراك سلكشنز، احنا طبعا اول ما تسمع ابيليبسي شنو اول شيء يتبادر لذهنك؟ شنو صوره البيشنس اللي ممكن تجي بذهنك؟ من واحد يقول لك هذا بي ابيليبسي، شنو اول صوره ممكن انت تتخيلها من تخيل هذا عنده صرع، هذا عنده ابيليبسي؟ دكتور مثلا نشوف اطراف بس لحظه من الاسهل خلي مصطفى يجاوب. دكتور مثلا نشوف هذا البيشنت عنده ريجيد بالاطراف مالته يعني احسنت ومحتاج تقريبا احسنت احسنت وشنو مثلا شو التضيف؟ الكوركي فالجن يعني الحركه انه نايم بالقاع ويعني هي از هافينج ا فيت. بالضبط تمام بالضبط، هي هاي يعني الصوره اللي تجي ببالك انه من واحد يقول لك هذا بيصرع وهذا بيروسي، تتخيل يعني متمدد يعني بالقاع و he's having a fit و people are surrounding him trying to take يعني control the situation. هذا اللي يعني المين سيمبتومز اللي احنا يتبادر للذهن من يصير من يجي الموضوع الابيليبسي على بالنا. طيب خلينا نعرف شنو الايتيولوجي اوف الابيليبسي. طبعا الموست كيسز اوف ابيليبسي they ار they هاف unknown كوز، ما نعرف شنو السبب اللي يصير. هنالك اسباب اخرى ممكن للابيليبسي، هي ممكن الجينيتيك ابيليبسي اللي هي ممكن تكون از ريزلت اوف انهيرتد ابنورماليتيز عندنا بالسي ان اس، اللي ممكن ما تكون لها علاقه بالسايت اللي هو يكون
هايبر اكتيف ويسوي لنا الاكسسيف ديسشارج اوف نيورونال اكتيفيتي بس يكون مقارب اليه، فهذا راح يحفز هاي الاتشيك اوت اكتيفيتي. ممكن اذا احنا مثلا بعض الدراجز ممكن تسوي عندنا تريجر الابليبسي، ممكن اذا عندنا تيومر بالبرين يسوي لنا ابليبسي، ممكن اذا تعرض احد لا سمح الله الى هيد انجري هاي ممكن تسوي لنا الاتيولوجي اوف الابليبسي. هايبوغلايسيميا من انجايرال انفكشن، رابد وذ دراول اوف الكحول from alcoholic can cause seizures. تمام، فعدة أشياء ممكن تسوي لنا تسبب لنا إنه يصير عندنا هاي seizures. طيب ال classification of seizures طبعا هذا الموضوع جدا مهم، ومهم إنه نعرف على مود نعرف نشخص وشلون ننطي الدواء الصحيح وال drug of choice for each status. هي هاي ال characteristics may feel a bit complicated بس it's not. هسه نحكي عليها. طيب احنا اذا احنا نريد نجي نقسم السيجرز اللي تكون عندنا based on الاوريجين السايت اوف اوريجين، ممكن نقسمها الى focal، ممكن نقسمها الى generalized، وممكن نقسمها الى unknown او ال epileptic spasm او اللي يسموها status epilepticus. طبعا هذه الانون هي again هي الميجر، هي اللي ما نقدر نصنفها. تمام، طيب لعدو اول 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 نوع، ثاني نوع شنو؟ هسه نجي نحكي على اول نوع. الاول نوع هو الفوكال. الفوكال seizures involve only a portion of the brain. ف you can talk about scale. من نجي نحكي على السكيل، الفوكال هي السمول سكيل، هذا يكون اكو بورشن، وان بورشن وان لوب اوف وان هوموسفير. تعرفون البرين بي تو هوموسفيرز، الوان لوب اوف الوان ان وان هوموسفير هي اللي يصير جنريت هاي الالكتريكال ديسشارج. هاي الالكتريكال ديسشارج ويل بي سبريدد، بس ويل بي سبريدد انتو a localized area. ما راح يكون عندنا seizures across a big area or a large area. ماشي. بالفوكال عندنا two types. مثل ما قلنا أول شيء عندنا ال simple partial وعندنا ال complex partial. طيب شنو الفرق بيناتهم؟ طيب إحنا خلي بالبداية نذكر فشغلة مهمة أو فد feature مهمة نفرق لنا بين الفوكال والgeneralized. بالفوكال ال patient don't lose consciousness. تمام، فهاي مهمه. لهذا من انا قلت من نحكي على السكيل الفوكال بنوعها هي تكون less aggressive وتكون اقل حده. تمام، طيب شنو فرق السمبل بارشال عن الكومبلكس بارشال؟ هن الاثنين يصير ان وان او الاوريجين مالتها هي one loop of one hemisphere. بالسمبل بارشيال البيشنت اوفن اكسهيبتس ابنورمال اكتيفيتي اوف ا سنجل لمب اوف اور ماسل جروب ذات از كنترول باي ذا ريجن اوف ذا برين اكسبيرينسز الديستربنسز. ما حكينا على الكونشسنس، ما حكينا على اي اذر سيبتمز اذر ذان ذا. يعني احنا يكون عندنا تقلصات او ريجيديتي ب single limb ايد رجل وحده او مجموعه من المسلز اللي موجوده بوحده بايد او برجل. هذا بالنسبه للسمبل. طيب الكومبلكس شنو اللي يساعدنا؟ الكومبلكس بارشال ممكن يكون مصحوب بكومبلكس سنسوري هالوسينيشنز اند منتال ديستورشن. ممكن شنو يصير عندنا؟ chewing movement، ممكن يكون عندنا diarrhea، ممكن عندنا يكون urination. The consciousness won't be lost بس it will be altered. تبدي تغوش العين، يبدي يصير عندنا دوخة، بس ما يصير عندنا فقدان للوعي. هذا كل اللي يفرقنا ال two types of focal seizures، the simple and complex. وهذني الشغلات أريدكم تخلوها باكم، راح أروح للنوع الثاني من
السي او النوع الثالث لان فشل على النون همين. طيب هذا النوع اللي هو يكون مور اجريسيف و يكون مور كومبلكس اللي هو جنراليزد. It may begin locally, but then progress to include abnormal electrical discharges throughout both hemispheres. احنا قلنا بالفوكال عندنا one loop of one hemisphere. لا هذا راح يشمل ال two hemispheres. فلشوفوا it's more aggressive. وطبعا ال patient usually has an immediate loss of consciousness. هذا the main difference between the two types. طيب خلينا نحكي على the types أو the subtypes of the generalized seizure. طبعا أول نوع اللي هو ال tonic clonic اللي هو the most aggressive type of the generalized one. طبعا result the loss of consciousness followed by the clonic اللي هو continuous contraction and clonic اللي هو rapid contraction and relaxation at the same time very rapidly على the two phases. طبعا بعد ما تخلص هاي التو فيزز هذا راح يكون عندنا followed by a period of confusion and exhaustion. The patient يكون منهك لانه because of the depletion of the energy stores. اريد اتوقف هنا حتى اشرح لكم هذا الموضوع. العمليه اللي تصير عندنا احنا هاي ال continuous contraction وال rapid contraction and relaxation هاي mainly من اللي يصير بهاي الحالات هي السكيلتال ماسلز. احنا السكيلتال ماسلز اللي هي البيجست بارت اوف اور بودي هي السكيلتال ماسل. هذه السكيلتال ماسل الماجوريتي اوف الاي تي بي اللي فيول هاي الماسلز يجي من الجلايكوليسيس. هاي از هايلي جلايكوليتيك ماسلز. مثل ما تعرفون الجلايكوليتيك هي او جلايكوليسيس هو يعني ان ارابيك ابروتش تو برودوس الاي تي بي سريع بس الاي تي بي مالته قليله مو مثل الجلوكوز اوكسيديشن اللي يحصل بالميتوكوندريا هذاك لا هذاك ينطينا لكل وحده جلوكوز ينطينا 29 بين 29 اي تي بي بينما تيجي تقارنها بالجلايكوليسيس الجلايكوليسيس لكل مولكيول اوف جلوكوز ينطينا 2 اي تي بي تشوفون الفرق؟ طيب شنو هذا معناته من نجي نحكي على التونيك كلونيك الانرجي ستورز اللي عندنا بالمسلز ويل جيت ديبليتد فيري كويكلي وانت بدك تحكي على كونتينوس كونتراكشن او ريلاكسيشن هذا هي الطاقه تمام فلهذا بعد ما تخلص هاي عملية الرابيد كونتراكشن والريلاكسيشن تشوف المريض منهك ما بيحيل يقوم كلش تعبان هذا بسبب الديبليشن اوف جلوكوز والانرجي ستورز بهاي المسلز واضحه يعني؟ طيب النوع الثاني اللي جي عليه اللي هو يعني ايضا بفيتشرز اللي هي ممكن تميزها وتبقى ببالكم اللي هو يسمى بالابسنس. الابسنس انفولف بريف ابربت اند سيلف ليميتنج لوز او لوس اوف كونشسنس. طيب وين يحصل عندنا؟ يحصل عندنا من 3 إلى 4 سنوات ويمكن يستمر انتل البروبرتي اللي هو البلوغ سن البلوغ. طيب وين الديستنكت فيتشر مال الابسنس؟ الابسنس البيشنت عندنا stares and exhibit rapid eye blinking يغمض عينه ويفتحها يرمش which lasts for 3 to 5 seconds. طيب هاي نشوفها على البيشنت. طيب من توصل للدياجنوسيس شلون ممكن نفرق الابسس عن بقيه الانواع؟ الابسس نفرقها عن بقيه الانواع من ناخذ البيشنت نسوي له الكترو انسيفالوجرام اللي هو تخطيط دمار يكون بالشارت ما يسمى بالديستنكت 3 per second spike يكون عنده spike بس هذا ال spike يكون عندنا كلش distinct على chart فهذا اللي نميز بالابسنس. طيب عندنا نوعين متشابهات اللي هن المايوكلونيك والكلونيك. طيب شلون الفرق بيناتهم؟ من نجي نحكي على المايوكلونيك هو طبعا consists of short episode of muscle contraction that may recur for several minutes. طيب
هذا شو وقت يحصل؟ يحصل عندنا after awakening and exhibit as brief jerks of limbs. أطراف تصير بيها مثل الرجفة. تمام؟ وشو وقت يحصل؟ يحصل عند الاستيقاظ الصباح. تمام؟ يحصل at any age. Usually it begins after the puberty or early adulthood. طيب هذا شو الفرق عن النوع الكلونيك اللي هو مشابه جدا للمايوكلونيك؟ هذا بالمايوكلونيك يكون more aggressive than المايوكلونيك. والconsciousness is more impaired than in المايوكلونيك. هذه بالنسبة للنوعين المشابهات اللي هي المايوكلونيك والكلونيك. طيب عندنا نوعين، واحد completely opposite مال الثاني اللي هن التونيك والاتونيك. طيب شنو شو يصير عندنا بالتونيك؟ خلينا اعرف لكم المسل تون before we discuss those two types. هنالك ما يلعب المسل تون، وهي تعرف المسل تون as the resistance of the muscle for the external external force. طيب شنو هذا معناته؟ معناته اذا اكو احد يريد يسحب ايدي، تمام، اني المسل تون هي اللي راح تعطيني قوه انه اسحب ايدي، ما اخليه يسحبها. تمام، I will resist هاي الفورس. ماشي. طيب اذا هذه واضحه نجي نحكي على أول نوع اللي هو أو خامس نوع اللي عندنا هنا اللي هو التونيك. شو يصير عندنا بالتونيك؟ هاي التون تزيد، بس هذا مو يعني أنا صرت بطل وأقدر يعني ألاوي واحد يعني بطل مصارعة أو كذا. لا، هنا معناته إنه أني الرجيديتي of my muscles is high. هاي وين تصير عندنا؟ تصير عندنا بالإكستنشن ماسلز. أنا جبت لكم هذا المثال هنا، إذا تشوفوا بهذا الفيجر عندنا فور إكزامبل إحنا شنو يعني إكستنشن ماسلز؟ إحنا إيدنا إذا أريد نمدها أكو عضلات مسؤولة عن هذه الموفمنت، من عندها اللي هي الترايسبس والبايسبس براكياي. هذني من يصير لهن relaxation هذني المصل هاي الإيد تمد. هذا اللي يصير عندنا إحنا there will be an increase in the tone of these muscles and this is generally will last less than 60 seconds long. تمام، يعني يحصل على مدى دقيقة. طيب شنو هذا بالمقارنة بالأتوني اللي هو النوع الأخير؟ بالنوع الأخير we actually lose هذا التون اللي عندنا، بهذا يسموه a drop attack. إذا أنت شن شايل أي شيء بإيدك أو إذا أنت واقف، هاي المصل will lose كل التون اللي بيها. تمام، يعني بعد ما عندنا الباور إحنا to move هذا الهاند and put it on the desk أو we hold the cup of water، تعرفوا شلون؟ فهو it's a sudden loss of the muscle tone. هذه هي الفروقات between the focal and generalized وأيضا كل subtype of each main group of seizures. واضحة الله؟ ايه ترى انا واضح. تمام. طيب هسه نجي نحكي overall mechanism of action للدرجز اللي احنا نستخدمها to treat epilepsy. بس I will pause here وراح اسألكم حتى نشوف احنا طلاب صف ثالث ديقرون ما ديقرون المحاضرات. احنا بالمحاضرة اللي راحت ذكرنا two main types of synaptic potential. قلنا one of them is the excitatory pathway
والأذر وان هو inhibitory pathway. أريد واحد من عندكم يقول لي مثال أو يشرح لي شلون الـ overall الـ excitatory pathway والـ inhibitory pathway work. تخيل يعني دكتور تقصد الريابتيك الريابتيك أول شيء على الـ excitatory pathway. شلون يشتغل الـ excitatory pathway؟ ليش احنا عندنا بالـ CNS عندنا excitatory pathway؟ شلون تشتغل هاي؟ دكتور عن طريق influx of Na ions. احسنت عبد الله. وشنو اللي يصير عندنا؟ اريدك تحكي لي اياها الميكانيزم بشي مرتب. دكتور بالبدايه مو يصير influx of Na ions، اول خطوه اللي هي binding of neurotransmitter، مثلا عندي الاسيتايلكولين، لو بعدين عندي يصير Na opening of channels of Na ions، يصير بها بعدين influx of sodium ions. And after that, it causes weak depolarization. أحسنت. وكل ما تزيد عندنا الـ stimulation هذا راح يقربنا من الـ excitatory postsynaptic point اللي هي راح تكون مسؤولة عن الـ firing أو الـ action potential يصير عندنا. طيب أحسنت عبد الله. طيب أريد طالب آخر أو طالب آخر تحكي لنا شو يصير عندنا بالـ inhibitory pathway. دكتور بالـ inhibitory pathway يفعل نيورو ترانسميشن اللي يروح للريسبتر ويفعله، ومن راح يحفزه راح يخلي مثلا الجابا يخلي من تطلع راح يخلي يشغل الايون مال بوتاسيوم كالسيوم شانل، وراح يصير بيها ويك هايبر بولاريزيشن. لحظه عبد المحيم، انت بديت صح. احنا حد من الانهبيتري نيورو ترانسميتر هو الجابا، تمام؟ اجى الجابا وارتبط بالريسبتر، شنو النكست؟ دكتور يعني راح تفتح القناه البوتاسيوم كالسيوم شانل. البوتاسيوم كالسيوم شانل عبد المهيم متاكد؟ صوديوم ايون شانل. غيرك عبد القادر. من يساعد عبد المهيمن؟ هو بلش صح عبد المهيمن. دكتور يصير بوتاسيوم افلاكس وكلورايد انفلاكس، وراح تسوي لي ويك هايبر بولاريزيشن. عبد الله غيرك. اوكي دكتور. عبد الوهاب. وين عبد الوهاب؟ علي قحطان محمد. نعم دكتور، يعني تحكي لنا على الـ inhibitory pathway أبو حسين؟ وين راح؟ دكتور أجاوب؟ طيب لحظة زينب، لا بشوف النايمين. زين علا محمد داوود.
على محمد داود. نعم دكتور. تسمعيني يعني؟ اي اذا اسمع. طيب شنو الانهبيتوري باثوي تحكي لنا عليه؟ دكتور بصراحة أنا يعني المحاضرة بعد ما خلصت. ماشي. وين زينب؟ يلا زينب حسين. دكتور وين الانهبيتوري نيوروترانسميتر such as الجابا أو الجلايسين bound to the receptor in both synaptic neuron. هذا راح يؤدي إلى أنه influx of the chloride ion و influx of the calcium ion. فراح يسبب hyper polarization بال both synaptic neuron. أحسنت زينب. طبعاً أحسنت عبد المهيمن وأحسنت زينب اثنيناتكم. الشغلة اللي أتأكد عليها اللي أنت أحد يساعد عبد المهيمن بيها هي موضوع البوتاسيوم. هو قال كالسيوم، هو ماكو هيك شانل كالسيوم. اتس ان اكسايتاتوري، يعني بالاكسايتاتوري باثوي ممكن يكون انفولف. هو عبد المهيمن خربط بين الكالسيوم والكلورايد، بس يعني اثنيناتكم احسنتوا. أنا ليش أريدكم تذكرون بهاي الـ two pathways؟ لأن هسا إحنا من راح نبني نتكلم على الـ على الميكانيزمز، إحنا راح mainly نحكي على هاي الـ الـ pathways. By the way أنا ما أشجع إنه كل ما إنه أسأل أحد من الطلاب يقول لي أنا مقاري، بس أنا ما عندي مشكلة إنه الطالب إذا يعني just being honest أنا ما قاري هاي المحاضرة ماشي. أنا خليت اسمها ال أسفل لحظة وين اسمها علا محمد داود، راح أسأل اسم المحاضرة الجاية وأكيد راح تكون قارية، بس أنا أريد أقعد النايمين. إحنا عندنا يعني 60 إلى 70 طالب، وبس كم واحد هم اللي كل محاضرة يجاوبون ويتفاعلون. ماشي عيني؟ هذا هو الهدف، مو هو لا للإحراج ولا لل إنه أنا مجرد إنه أدا حفزكم يقول تقوم. طيب أيضا ملاحظة مهمة اللي هسه تشوفون الأبروتشز اللي إحنا راح نستخدمها بالإبيليبسي. أريدكم تتذكرون اللي بيصير هنا، وإن شاء الله دكتورة أسماء تحكي لكم على الأريثمية. طيب شنو 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 وجه التشابه؟ عندنا الإبيليبسي هي أوفر أكتيفيتي من سم أوف ذا نيورونز اللي موجودة عندنا. بالأريثمية is the same thing but at the level of the heart. ماشي عيني؟ طيب نرجع لموضوعنا اليوم اللي هو شنو الابروتشز اللي احنا نستخدمها حتى نسيطر على هاي السيجرز، حتى نقلل حدوثها. هسه مثل ما تفضلوا زملائكم حكونا على الاكسايتاتوري باثوي. طيب من تفكرون بيها، احنا هسه مشكلتنا الاساسيه هي انه احنا عندنا اوفر اكتيفيتي من هاي الاكسايتاتوري باثويز. طيب اذا الحل احنا نريد نقلل هاي الاكسيتاتوري باثوي. ممكن ايضا يظهر ابروتش اللي هو ايضا مثل ما زملائكم تفضلوا، هو ممكن نشتغل على الانهبيتوري باثوي مثل الجابا، مثل البنزوديازيبين، مثل الباربيتورايتس اللي حكينا عليها المحاضره اللي فاتت، وقلنا البنزوديازيبين والباربيتورايت دي ورك اون الجابا ريسبتور. احنا من نحفز الانهبيتوري باثويز هذا اوتوماتيكلي ويل ديكريز الإكسايتيشن مال النيورونز. واضحة هاي المعلومة طلاب؟ طيب إذا هذه واضحة نجي نحكي in general إحنا الميكانيزم اللي راح we will be discussing will be mainly about blocking the voltage gated
channel الصوديوم والكالسيوم اللي حكينا عليها أو enhancing the GABA impulses أو interfering with the excitatory glutamate النمدة transmission. ماشي عيني؟ Again احنا ما عندنا cure for epilepsy. We are just trying to prevent the seizures from happening. واضح؟ طيب نجي نحكي انه شلون نختار او شلون الجايدلاين باختيار الدراجز تو تريت الابيليبسي. احنا نجي مثل ما قلنا انه البيست ادهيرنس اللي نشوفه احنا بيست اون كلينيكال داتا بالبيشنت اللي عندهم ابيليبسي هم يكونون اون وان ميديكيشن، بس بعض الحالات احنا نضطر انه نضيف ثاني. طيب احنا نيولي دايجنوز epilepsy اجانا patient واحنا اول مره نشخص انه patient، نختار حسب نوع السيجر اللي عنده نختار نحطه على واحد من الادويه اللي راح نحكي عليه، وبالاخير راح اشوفكم فد figure اللي هو يشرح لكم بالتفاصيل كل نوع والفيرست او drug of choice لهذا النوع. احنا خلينا هذا البيشنت على هذا الدراج، هذا الفيرست ستيب. طيب نجي بعد 3 إلى 4 أسابيع نجي نقيم الحالة. Is he still having seizures؟ لو هو يعني seizure free. إذا هو still having seizure شنو نسوي؟ نغيره على دواء ثاني. بس ما نقطع الدواء الأول. ماشي عيني؟ نخليهم اثنينهم لأن احنا راح نبدي ويا الدواء الثاني وراح نبدي بدوز قليل ونبدي نصعد الدوز مال الدواء الثاني شوية شوية الحد ما نوصل الى الماكسيمم دوز اللي احنا ممكن ننطيه. بنفس الوقت احنا من نوصل هذا الماكسيمم دوز نبدا نقطع الدواء الاول اللي بلشنا ننطيه اياه. ماشي؟ unless الدواء الاول بلش يسوي لنا مضاعفات ال patients can't tolerate anymore. فبهاي الحاله احنا قبل ما نوصل للماكسيمم دوز بالدواء الثاني اللي ضفناه نبدي نقلل نسوي تابرينج للدوز اوف الفيرست تراك، ونجي بعدين ايضا ورا شهر نجي نقيم هل هو ناو هيز سيجر فري او ستيل عنده سيجر، ديسي عنده سيجر. فنجي يا اما نسوي انذر اديشن اوف انذر دراج، يعني يصير على كومبينيشن ثيرابي تو دراجز، او we will look into alternative. هذا طبعا يبقى قرار الاخصائي شنو الافضل، شنو الافضل بهاي الحاله. اذا بعد هاي المحاوله still the patient مالته هو no seizure free we may consider the vagal nerve stimulation. خليني اعطيكم بصوره سريعه لانه ما بقى عندنا وقت 10 دقائق شنو نقصد بالفيجال نيرف ستيميليشن. اكو في الديفايس اكو بعض الناس they will refer to it as pacemaker of the brain. مو pacemaker مال هارت، هذا pacemaker مال البرين. هذا ينزرع بس هنا بالتشست ويكون اكو له فد اكستنشن that will be connected للفيجال نيرف. الفيجال نيرف will is connected لل CNS. هذا الشيء ينطينا a mild impulses اللي تروح على two hemispheres of the brains. هاي شو سوينا؟ هاي will cancel any other activities اللي تصير عندنا بالبرين. فبدل ما هاي ال overactive neurons تسوينا will trigger the nerve impulse will overactivity one region. لا، هذا the vagal nerve stimulation will mask higher the activities of higher overactive neurons in CNS. واضحة عيني؟ فهذه the drug selection بالنسبة للإبيليبسي. طيب نجي نحكي على أول category of drugs اللي إحنا ممكن نستخدمها بالإبليبسي هي البنزوديازيبينز اللي هي مثل ما قلنا عندها site
specific on the GABA receptor اللي ممكن interact with and further increase the hyperpolarization of the neurons. وهذا يفيدنا انه يقلل الفايرنج ريت. عندنا بعض البنزوديازيبينز اللي احنا we prescribe as an adjunctive therapy for a particular type of seizure because of the dependence and tolerance اللي هن كلونازيبام كلازيبام. هذول الاثنين نعطيهم as an adjunctive therapy for particular types of seizures. عندنا واحد مهم من احد اهم البنزوديازيبينز اللي نستخدمها بالابيليبسي هو البنزوديازيبين بس مو از تابلت. There are suppositories بنزوديازيبين suppositories هاي تكون مهمه عندنا وين من احنا البيشنت هي از unconscious تمام فوي كانت جيف ان اني اورال ميديكيشن فهذا يفيدنا انه نعطيه rectal route ماشي عيني وان الاورال administration is not possible. طيب الدواء اخر يستخدم بكثرة بعلاج الابليبسي هو الكاربامازيبين اللي هو التيكريتون بلوكس الصوديوم channel اللي هي main channel بالاكسيتري pathway نستخدمها almost in all types of epilepsy. عندنا نوع آخر من الصوديوم تشانل بلوكر اللي هو الألسيكاربازيبين هذا الأسليكاربازيبين هذا الأكتيف ميتابولايت of another drug اللي هو الأوكسيكاربازيبين هذا مثل ما قلنا هو another كالسيوم تشانل بلوكر. طيب شنو عندنا بعد؟ عندنا الإيثوسكساميد هذا يشتغل لنا مو على الصوديوم يشتغل لنا على الكالسيوم شانل يسد لنا الكالسيوم شانل فيخلي لنا الفايرنج ريت. عندنا ايضا الايزوغابين هذا مهم هذا الوحيد اللي يشتغل لنا على البوتاسيوم شانل اي اوبنز البوتاسيوم شانل فحيساعد بانه البوتاسيوم يطلع خارج النيورونال سيل او يزيد لنا الهايبربولايزيشن. عندنا انذر نون سيلكتيف دراج اللي هو الفلباميت. الفلباميت يشتغلنا على الصوديوم شانل بلوكس يشتغلنا على النمدا بلوكس از ويل ويسددنا ايضا الكالسيوم وايضا بوتنشيات الجابا. شوفوا يشتغل على ديفرنت سايت. فشغله مهمه انتم ممكن هسه يتبان ردهكم انه هو هذا الدواء مثلا يشتغل على اكثر من سايت فما راح يكون محبب بال كفيرست لاين تريتمنت للإبيليبسي. هذا صحيح بس مو بكل الحالات مثل ما راح نجي نشوف بالجدول الأخير. طبعا هذا ويريزيرف للريفراكتوري إبيليبسيز. طيب عندنا الجابابنتين. الجابابنتين عنده فت قصة كلش انترستنج. الجابابنتين أول ما طوروا كان الايم هو أنه يصنعون دواء اللي هو يشبه الجابا حتى يشتغل يحفز لنا الجابا بدون الحاجه الى الجابا از نيوروترانسميتر يعني اكسترنالي بروفايدد جابا. هاوفر من شافوه وجربوه على المرضى شافوا انه هو ما يشتغل على الجابا ريسبتور ولا انهانسز الجابا اكشن ولا حتى by some metabolism inside the body will convert into GABA. ما له علاقة بالGABA. However, still it is effective in treating epilepsy. بس الميكانيزم is not known. طيب. عندنا another important drug اللي هو الهاموتروجين. It's one of the most prescribed drug in to treat in epilepsy. هو أيضا يشتغلنا على الصوديوم channel وعلى أيضا عنده activity على الكالسيوم channel can block it. It can be used for a wide variety of seizure type, almost all of them. هذا أيضا مهم. عندنا أيضا لازم أذكر لكم ال لاكوسامايد هذا موجود من عنده injectable forms هذا أيضا بالإمرجنسي مهم. طيب عندنا أيضا هذا اللي حكينا عليه الأوكسيكابازيبين هذا قلنا يشتغلنا على الصوديوم channel
وايضا عنده اكتيفيتي على الكالسيوم شانل ايضا ممكن يسدها. عندنا ايضا البيرامبيل هذا يشتغل لنا على ما يسمى بالامبا. الامبا يشتغل شغل الجلوتاميت ايضا يحفز لنا النامدا ريسبتورز، فايضا هو راح يساعدنا او بالحاله الطبيعيه اذا عندنا زياده بالامبا راح يشتغل شغل الجلوتاميت، حيصير هو اجونست للنامدا ريسبتور وحيزيد لنا الاكسايتيشن. فتم تطوير البيرامبيل على مود يشتغل كأنتاغونست أوف الأمبا، فبالتالي راح ريديوس الإكسايتاتوري أكتيفيتي. طيب أيضا عندنا مثل ما قلنا البابيتشوريتس احنا نستخدمها بعلاج الإبيليبسي، عندنا الفينوباربيتول والفيرميدول، هذول اثنينهم يشتغلون على الجابا ريسبتر. الفيرميدون هو will be metabolized in الفينوباربيتول والفينيلاثيل مالينداميد، هذا ايضا عنده انتي كونفنسانت اكتيفيتي. الفينيتول والفيسفينيتول، طبعا هو الفيسفينيتول هو البرودكت للفينيتول بس يدخل بالبلاد will be converted الفينيتول. المشكلة الفينيتول هو يسوي لنا جنجيفال هايبربليجيا اللي هي عندنا الجام will go over the teeth، هاي مشكلة بالفينيتول، هذا استخدامه قليل. عندنا أيضا الريجابالين، هذا أيضا مهم widely prescribed، يشتغل على الكالسيوم شانل. عندنا البروفينامايد يشتغل أيضا على الصوديوم. عندنا التياجابين هذا they will block the GABA uptake فراح يزيد بالبريسينابتيك نيورونز ويزيد الاكتيفيتي مالته. أيضا one of the most prescribed drugs هي التوبيرامايد، هذا أيضا يشتغلنا على wide variety of receptors اللي هي الصوديوم والكالسيوم والنمدة. بس أريكم تنتبهون على فشيء مهم هنا، هو الكربونيك أنهيدراس إنهيبيتر، هذا له علاقة بالهوموورك اللي احنا راح نحكي عليه، راح اخليكم اياه بالكلاس واعيده قبل المحاضرة الجاية ان شاء الله. عندنا الفالبوريك اسيد والديفلوبكس العفو دكتور، الكربونيك يعني قصدك على الكدني يعني، وهي السؤال هذا فشي انتم راح تقرون من راح تقرون الهوموورك إن شاء الله فد ساعة يوصل إن شاء الله أفهم السؤال ماشي. إن شاء الله تمام. طيب آخر two drugs اللي أتأكد عليهم هن البيجاباترين. إذا تذكرون إحنا كل المواضيع اللي حكيناها ما حكينا على drugs that can irreversibly inhibit الجابا ترانسأمينيز. الجابا ترانسأمينيز هذا الإنزيم المسؤول عن تحطيم الجابا فيقلل نسبتها بالبريسينابتيك. هذا الفيجاباترين راح يشتغل عليه وحيزيد لنا الجابا بالبريسينابتيك سبيس. اخر جوج عندنا هو الزينسامايد، هذا هو البلوك الصوديوم الكالسيوم اند اولسو ليميت هاز ا ليميتد اماونت اوف الكربونيك هيدرايد اكتيفيتي. طيب هذا التيبل اللي حكيت لكم عليه، قلت لكم انه هذا جدا مهم، يحكي لك انه انت اول يبين يعني سيلف اكسبلينري الفاست تشويس لايتش اوف ايش تايب اوف سيجرز، وبعدين اذا احنا ستيل البيشنت مالتنا مو سيجر فري وير شود وي جو اند وات شود بي كونسيدر، وايضا اذا ما اشتغل شنو الالتيرناتيف اللي ممكن نسويها. ايضا بس قبل ما تروحون احنا دقيقه فوق الوقت، قلت اقول لكم انه انتم يو كان ديفلوب يور اون تيبلز، ممكن تقسمون الدراجز بيست اون هاو يو وونت تو ديفايد او هاو كان يو ميمورايز هاي الدراجز، يعني اذا قسمتوها حسب الدراجز اللي تشتغل بس على الكالسيوم شانل تحطون البريجابالين والايتازاكسامايد واحدهن، اللون سبيسيفيك تحطون البابوك اسيد الديفلوبروكس التيبامايد اللاموتروجين الفلباميت، هذول كلهم من سبيسيفيك يشتغلون على اكثر من ريسبتر. مثلا من نحكي على الجابا ترانس امينيز
بس الفيجا باترين عندنا. فانت حسب شنو الشيء اللي يخليك انت تستوعب الماده تطورها انت بالشيء اللي انت تريده. واذا عندكم اي سؤال مثل ما تعرفون خلونا على الكلاس وان شاء الله نجاوبكم عليه. ماشي عيني، وهذه نهايه المحاضره.